سامعني؟ كوزر، هو أنت ليه مش على سريرك؟ مش عارف أنام. فاكر اللي قلته لما كنا في النفق؟ ما تروحش هناك يا ديك، أنت هتتجنن لو رحت. كوزر أنا تمام، حاسس رحت هناك علشان هناك في وسوخ، أنا بقتلهم هنا وبقتلهم هناك. صدر جوايز نفس الحاجة بالنسبة لي. إيه فايدة أزهار التولب ها؟ أنا شفتها يا ديك هنا على الترابيزة النهاردة الصبح، نفس اللي كانوا معاها في الفرح. أنا فاكر. أنا مش اسمع بوزر، ريح لك شوية، لازم أمشي. ديك نحوش، مش تويلب يا بوزر، دي السيدي، أعرف الفرق. ساعدوني أرجوكم. إيه ده؟ هو في حد محبوس؟ اهدى اهدى اهدى، مفيش مشكلة. استنى استنى، الوضع هنا خطر. انا هقولك على مكان معسكر. ايه ايه معسكر؟ في معسكر فين؟ فين؟ وريني هروحه. بحيرة بيسفول، مارك كوبلند، المكان هناك امان. اخيرا، شكرا. مستحيل، دي حاجة ما تتصدقش، انا كنت هموت. شكرا شكرا بجد، شكرا ليك، شكرا. قول لهم ده كان ديكن سانت جون. خليك بعيد عن الطريق، ما توقفش خالص. تاكر انا سامعك، سين جون حول. أنا ديكن، بوزر كويس، زي ما قلت لك هو مشغول شوية. نعمل دوريات للسافر مارك كوبلاند، ده من غير شك. أنا عندي إحساس إنه ما بيحبنيش. أقصد بوزر. زي ما قلت أنا مش راضي. زي ما قلت أنا مش مراته، ديكن حول. هو ده. هاي خبر. ايوه لازم احرق كل الاعشاش دي. متهيألي لازم ارجع هنا واكمل حرق مكان التفشي ده وقت تاني.
يكوب الراجل اللي انا وراه ده وقتل مين؟ انت مهتم ليه؟ دي مجرد شغلانه تانية صح؟ لا بص انا مش مهتم، انا بس عايز اعرف اساميهم. مين يكوب؟ واحد منهم كان اسمه راندل، فضل في المعسكر حوالي سنه، ما اعرفش الاثنين التانيين. عايز نسألك؟ لا ما اعتقدش. لو لقيت السافل ده بلغني. كوبلند حول. هو ده خلاص. انا دمرت العشش، المفروض المسوخ تقل من على الجبل من هنا ورايح. يا ديك ايه اللي حصل؟ هو كانوا كتير؟ ما كانش وحش قوي، عشان كده كنت عايز اقتلهم واحنا لسه بالليل. شويه منهم كانوا قوية جدا. ايوه البرد بيخليهم اقوى، بس انت عارف كده. ايوه بوزر عارف. طيب ماشي، شكرا انك عملت كده. ديك ارتاح شوية يا بوزر، ديك نحول. ممتاز، تويت هايل. ترى ممكن اعمل ايه؟ كده كفاية. خردة كتير. ماشي، معانا ايه هنا؟ رجعت للطريق. اهو هو ده. خذ فضة، تانك جاز لحمة. هو ده. مش ممكن، ايه ده؟ فانت بقى فكرت تروح معسكر كوبلند عشان تدمر المكان صح؟ اقتل شوية، استحمل شوية، واركب وامشي زي ما تكون رايح تتسوق في البول. لازم دلوقتي؟
خبر ابيض. مش منك هديك. طيب ماشي، كوب مش عاجبه ده ولا انا. الحقيقه لو هنقول الحقيقه بيخلي سمعه الرحالين وحشه. طيب ولو ضربت ماني مثلا، مين هيصلح الموسيقى بتاعي ساعتها؟ غبي ما بتفكرش. يا مقرف، انت واحد من تابعي كوبلاند يا حيوان. هو ده اخرك حيوان. كوب خلاص هو معايا. سجل الاحداثيات دي وابعت لي رجالتك هنا. انت سامعني؟ هو عايش. هو حي، بس ما وعدكش هيفضل على الحال ده قد ايه. ديك نحول. بوزر انت هنا؟ انا بس بكلمك عشان اطمن عليك. ايوه يا ديك هنا. استحمل يا صاحبي، اول ما نعالجك هنروح للشمال زي ما قلت بالظبط. اتمنى كده كفايه. يا وحشتني السواقه على الطريق. انت بس حاول تشد حيلك، انا لسه قدامي شويه شغل اعمله في الموتوسيكل، وبعدين لازم نخزن شويه مؤن. اول ما تبقى كويس هنمشي من هنا. ديك نحول. كويس. سنة عشان كل ده يخلص بقى خالص. مخيم لاجئين كويس. ايوه احسن لكم كلكم تفضلوا هنا. منظمة نيرو ما حمتكوش من اي حاجة.
تكون مقرفة. مش هنا فاهمين؟ كله في أي حتة عايزينها بس مش هنا. عسكر ده مش بتاعكم انتوا ده. هذا معسكر واحد لسه موجود هنا. ها فاضل حد يمكن قد ايه؟ آخر واحد منهم. أخيرا مسجل صغير. خلينا نشوف. اهلا ازيك. انا خلصت عليهم برا. هما مش هيضايقوكي تاني. خبر. اهلا انا تاني. لازم نمشي ديكن. لازم اقولك على حاجه. مفيش مشكلة بدراعي. انت قلت لنا نرجع شوف وانا ما سمعتش كلامك. كنت عارفة ان الوضع هيسوء بس انا محدش كان يعرف ان الوضع هيتطور بالشكل ده بسرعة كده. انت مش فاهم انا هعمل ايه لو خسرتك. دي غلطتي انا. اسمعي احنا مش هنفترق. انا وعدتك فاكرة؟ ديك استنى سارة. يلا في طفلة هنا. لحظة. هاي انت كويسة؟ يلا ندور على اهلك. اتفقنا؟ يلا بينا. يلا. دي طعنتني. خبر. الجرح عميق. انا ما افتكرش ان الجرح جامد. خبر. طيب اسمعي ماشي. امسكي كويس على قد ما تقدري. تجري؟ ما افتكرش بس انا هعرف امشي. تمام كده كويس. خلاص قربنا. تمام. من ساعتين المكان كان مليان مسؤولين. ايوه اكيد هما اخلوا. ايوه اكيد هما مشوا. حرارتها عالية. يمكن السكينة جرحت كليتها او حاجة. دي بدأت تنزف. ازيك يا صديقتي؟ غبية جدا. كانت صغيرة. دي طفلة صغيرة. دي طفلة غريبة جدا. معاها سكينة كبيرة. هاي ساعدني. لا حشد تاني. لازم ما نكونش هنا لما يوصلوا. لازم نوصل للسطح وبعدها نشاور لواحدة من الطيارات. تمام. هنشوف لو هترتاحي هنا. بالراحة. فكرتني قوي باختي الصغيرة. فاهمني؟ كنا بنلعب لعبة الاستغماية دي طول الوقت. كانت بس متخبي راسها في لبسها كده بالظبط. اتصبت كتير بس مفيش شبه ده. حرارتها عالية.
نوصلهم لازم نتحرك. يلا حبيبتي قادرة تتحركي؟ تمام هيا معايا دور انت على مهرب. عرف اخرج من هنا. استنى تمام يلا بينا. استنى استنى بالراحة. بتفكر في ايه؟ تمام الفت انت انتباهه وانا هحاول اسحب من وراه. تمام لا ما تقلقش يلا ما تقلقش يلا. ليه كده؟ يا فندم لا 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 لا, لا, لا انا اعزل معيش سلاح. اخرج من هنا. ارجوك اسمعني صاحبتي بره ومصابه وبنحاول نوصل للسطح. انت قتلتها قتلتها. اسمع قتلت مراتي. او لا 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 اسمع بس ما اعرفش حاجه على قد مراتي. قتلت مراتي يا فندم بس انا ما عملتش حاجه. انت قتلت مراتي. قتلتها اوعى. قتلت مراتي قتلتها. محتاجين مساعدة. هي مصابة. ايه اللي حصل لها؟ لا هي مش ايا كان اللي حصل برا. هي اتضربت بسكينة. مش هركب حد تاني. تمام اسمع يا أوبراين لو هي ما راحتش للمستشفى اعرف انها هتموت. مفيش مستشفيات تانية. فعلا مفيش مستشفى تانية. اكيد في دكاترة حجر صحي وحدة الجيش. بص انا لسه طالب. انا متطوع هنا ومش مفروض اكون برا اصلا. أوبراين ماشي. بص انا عندي مكان الاثنين بس. اثنين يعني ايه؟ مفيش غير مكانين لينا بس كده. حموله زياده فاهمين. اثنين بس. اثنين. طيب ماشي ساعدني. يلا يلا يا حبيبتي كله تمام هتبقي كويسه. خدتها. ايه انا هرجع على طول. تمام بوزر يلا بينا. لازم نركب دي. لازم نركب الطيارة دي. أنا سمعته في مكانين بس في الطيارة. يلا امشي معاها هبقى كويس. عدى على ظروف أسوأ من دي صح؟ أيوة لازم. رايح فين؟ فين؟ معسكر اللاجئين غرب تري فينجر جاك. لا بوزر عمره ما هيعرف ينجو من غيري. عايز ده يرجع تاني. انت جاي؟ محتاجة ترتاحي صح؟ أنا هرجع أطمن عليكي. أنا عارف مش عايزاني أرجع لكن بوزر عنده حق. ما أقدرش أساعد نفسي. ده زي ما قلت هرجع. بوزر طيارة نيرو تانية بيعملوا ايه هنا؟
يساعد أوريجون الحرة الحقيقة تخليك حر. النهاردة كنت بفكر في بداية كل ده. الحكاية قديمة من الحرب العالمية الثانية 1947. الفدراليين عملوا قانون وسموه قانون الأمن الوطني. ودلوقتي بعد القانون بقى المسؤولين هم اللي بيسيطروا على محطة القطار وكمان الإذاعة. كلهم عايزين وده بغير مبرر أو إسم. كان عندك حق في حاجة واحدة بس يا كوب، كل معسكرات اللاجئين اللي تبع نيرو اتحولت لمعسكرات موت، بس مش بالطريقة اللي انت كنت متوقعها. عششتني مكان تفشي واضح جدا ان الريحه لازم احرقها كلها. لازم انضف المكان. محتاج ده. أيوة أنا فاكرك. مش هيفتح. أنا أكيد قريب من عش. شمم ريحتهم. مش ممكن. فخ قناص. الذخيرة قربت. طيب
ممكن أعمل حاجة بالبتاع ده؟ أيوة
مش هيفتح. ما اعتقدش. الموضوع ده ماشي. انا بره بطارد المسوخ. بوزر سمعت الجوائز هي السبب الوحيد اللي بيخليني اروح هناك. يا خبر ساب مسوخ. استنى استنى استنى، دول بيبطئوا، شكلهم بيقفوا. كويس، كانت بس طلقات تحذيرية يعني، لو كانوا بيحاولوا يضربوني كان زماني ميت. ديك، فاكر لما قلتلك اتنين متكئين؟ ايوه ايوه ايوه، هتصرف ديك نحول.
يا سفلة. ماشي ده ثانية يا خبر، ارجع هنا يا حقير، دي بتاعتي. أخيراً يا خبر، الأغبياء دول بيعرفوا يجروا بسرعة. طيب هما بيعملوا إيه؟ كأنهم كانوا برا هنا مسوخ بيتخانقوا، كان معاهم مراوغ رابطينه بحبل أو حاجة شبه كده، كأنهم كانوا بيحطوا له جهاز تتبع أو حاجة كده. إيه إيه بيتخانقوا؟ تقصد إيه؟ يعني كانوا رابطينه بحبل وكانوا بياخدوا عينات منه أو حاجة زي كده، زي ما كانوا بيعملوا في برنامج ذا وايلد شو. شيء مقرف. المسوخ طردوهم بس هربوا وسابوا شوية معدات زي اللاسلكي. لحظة، انت مش فاكر ان سارة؟ لا مش انا 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 ما اعرفش، انا بس هو عايش، بوزر عايش، أوبراين تبع نيرو، انا هراقبه لو اقدر، انا بس عايز شوية اجابات. اعرف، اسمع، انا هقدر اسوق قريب وهساعدك يا ديك، لو لسه عايش هنلاقي القذر ده. عندك حق، هبقى اطمن عليك بعدين ديك. نحول. ماشي يا أوبراين، انت فين مكانك؟ أهلاً. أنا تقريباً كده تهت، بتقدري تساعديني؟ أنا أسفة، أنت تايه؟ أيوة، بدور على طريق بيل ناب القديم ومفيش أي يفط هنا. بص، أنت أكيد بتضحك عليا. لا. إيه؟ في إيه؟ آه، ده هايل فعلاً، ده هايل فعلا. ده عظيم، ده عظيم. طيب بالنسبة للطرق؟ أنا بجد أسفة، ما أعرفش فين بيلناك بيلناك بيلني بيلناب بيلناب، هي دي، بس أنا ما أعرفش هي فين، بجد مش عارفة أساعدك، أنا أسفة. يعني لأ،
لا. طيب عامة شكرا. هاي ماشي. محتاجة توصيلة؟ أيوة أقدر. شكرا علشان أخيرا عرضت. أنا سارة. أنا ديكن. أو طيب أسفة على الفوضى. ما كنتش أعرف إزاي الآلة دي. تمام زي ما فكرتي. حطي. أنا بس حطي رجلك. طيب. أيوة طيب. بس من هنا. أوه تمام. جاهزة. هاي هاي امسكي كويس. شكرا جدا. مش مشكلة. الفكرة بس ان مفيش اشارات برا. ف اكيد في طبعا مكان اسمه كريزي ويلي اخر الطريق. وفي لا كنت اقصد اشارات الموبايل. فهمت قصدك. ايوة اكيد. على كل حال طيب بنت جميلة كده زيك بتعمل ايه في مكان زي ده؟ انا دايما بسأل نفسي السؤال ده. بعمل ابحاث ويعني بدرس حاجات. شكرا. كنت اعرف الابحاث دي عن ايه؟ اسفه. انا بدرس النبات. بتدرس النباتات؟ ايوه. هنا. أيوة أنا كويسة بس العربية اللي معايا حقيقي حتة خردة محتاجة حد يسحبها. أنا في مش عارفة. أنا معرفش أنا فين. طريق 42. طريق 42. أيوة أنا على بعد ميل. طيب هقابلك لما توصل هنا. يلا عشان أرجعك لعربيتك ونستنى الونش. أنا ما أعرفش. طيب أنا متأكد إن هم لما يرجعوا هيحبوا يوصلوكي ف... طيب ماشي. طيب بس اديني لحظة. هيجوا في أي لحظة. طيب ف... ماشي ماشي خلاص يلا. بس سوق كويس المرة دي. ماشي. ما كنتش تايه بجد صح؟ ده بيتوقف على هتسألي مين. ممكن يكون حد يقولك اني تايه من سنين. اكيد عارف الطرق كويس هنا. يعني انت مش من المكان هنا؟ لا انا من سياتل. الشركة اللي انا شغالة فيها فتحت مختبر هنا ف... انا جيت المكان المجهول ده عشان كده. عشان تدرسي النباتات. ده صحيح. قلت فعلا اني نسيت. طيب ماشي. الشركة اللي بشتغل فيها بتشتغل لشركة هندسة حيوية. وبعض النباتات اللي بدرسها نادرة قوي وما بتطلعش غير هنا. ده هيكون أحسن حاجة أنا سمعتها. أوه في إيه؟ ليت في حد هنا. مين الذكي ايه موجود هنا بقى؟ سواق سيكل شرير. ها ايوه ايوه اضربه تاني. عاجبك ده يا بتاع الموتوسيكل؟ يلا اضربه تاني. اضربه. مش عنيف قوي صح؟ مفيش فايده فيك. ما بتتعلمش طول اليوم. ايوه
أيوة إحنا هنعلمه هنعلمه كويس. إيه رأيك؟ ها يا جبل ده قرب. ده مش طبيعي. إيه ده؟ همشي. أوف أوف استنى استنى أوف اتحرك بسرعة اتحرك. مش ممكن يا خبر. لا 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 يا خبر استني. أنا أسفة جداً ما كنتش أعرف. كنت بدور في شنطتك وشفت ده بعدين. يا خبر كان ممكن أقتل حد. طيب مش ممكن. أيوة بس المفروض أن أنت كنت تنشني عليهم الأول. ما عملتش حاجة زي دي قبل كده. إيه دي مش مشكلة عادي. أنا هم شفته مشوا في شنطتك مشوا. وحاولت أكلم البوليس كنت بس شطر. ما كانش في إشارة ولا شبكة أو... أنا هستنى معاكي لحد لما صاحبك يجي. طيب شكراً. ما عملتش حاجة زي دي قبل كده. مش باين عليكي بجد؟